اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباعا عيسى الجوكم ومساعد العبد لهم ضيفاء الحلقه الفقره اليوميه بين قوسين. في فقرة بين قوسين اخترنا لكم اليوم مقالا للكاتب بصحيفة شمس ماجد بن رايف، والتي حملت عنوان دكتور حافظ تخاويني الملعب، والتي بدأها بالأسطر التالية: فليسمح لي الدكتور حافظ المدلج دعوته لحضور إحدى مباريات الدوري حتى يشاهد عن قرب الأسباب التي تجعل مشجعا ما يتخذ قرارا بعدم تكرار ذلك الخطأ مجددا. إن قبل الدكتور حافظ الدعوة فسأشتري التذكرتين وأمري إلى الله، إلا أنني أود أن أذكره بأنه لا ضمانات كافية لأن يكون موقع المقعدين مناسبا لمشاهدة المباراة، فقد تقذف بنا الزحمة فوق عمود خرساني أو خلف مرمى فريقنا المفضل، حيث مشاهدة الأهداف التي تلج مرمانا بحسرة أكبر. ثم لأن التذكرتين ستكونان بالطبع في مدرجات الدرجة الثانية، لذا فنحن سنكون بحاجة قبل الدخول إلى هناك للاستعانة بمضخة أكسجين كاملة لنتمكن من المتابعة حتى النهاية، لأن الحل الثاني هو استنشاق هواء مستخدم قادم نتيجة احتراق آلاف السجائر هناك. ويضيف الكاتب: أليس ما مضى سببا كافيا لوحده لإزالة فكرة حضور مباراة هنا؟ هل ما زلت قابلا للدعوة؟ جميل جدا، ما رأيك الآن أن نتناول شيئاً من المشروبات؟ قبل أن تقرر، أود فقط أن أشير إلى أن الخيارات المتاحة أمامنا في قائمة بوفيه الملعب هي الماء الساخن والشاي البارد، لذا فمن الممكن أن نؤجل الفكرة لحين الخروج من الملعب. هل تريد إجراء مكالمة ضرورية بعيداً عن أجواء الاحتفال والصخب داخل المدرج؟ يؤسفني أنك لن تتمكن من ذلك، أما إن كنت مصراً فإنك قد تعود لتجد أن أحدهم قد مارس حقه في الجلوس في مقعدك الشاغر، وحين تبتسم في وجهه سيشير لك مباشرة أن توكل على الله وابحث عن آخر تحت ساعة الملعب. دكتور حافظ، أرجو أن تكون قد استمتعت بحضور المباراة السابقة التي تصلح جداً لأن تكون عقوبة من والد لولده البليد. جزيل التوقعات، يقول ليلة الجمعة ما في توقعات صحيح؟ لا بالعكس، ما تحلى ليلة الجمعة التوقعات. جاهزين؟ وخم سعد، لا نبدا بالضيف، وصل الشرقي قال لي نبدا مع الضيف اول. ضيفنا جديد توك في البرنامج، بالضيف صار عارف اللعبة الحين، فنبغى نبدا فيك انت اليوم. الشباب والفيصل، والله كانها مباريات بكره تعادلات فيها، ما في مشاكل، ما يبغى هذا اللي ما يبغى يزعل احد. الشباب والفيصل ترى حتى الشباب الفيصلي يعني 3-0 الشباب، 3-0 الشباب. الشباب الفيصلي 2-0 للشباب، 2-0 للشباب. الرائد والنصر، والله 2-1 للنصر، 2-1 للنصر. الرائد والنصر تعادل 1-1، تعادل 1-1. الفتح ونجران، فتح 2-1، فتح 2-1، فتح تعادل 1-1، تعادل 1-1. الجولة مباريات اليوم ومباريات الغد كلها راح نشوفها مع بعض التوقعات. خلونا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: إدارة الاتفاق تحرم لاعبيها من مكافآت فوز القادسية. وعنوان آخر لصحيفة اليوم: الخور القطري يعرض على القادسية 25 مليون للتنازل عن ياسر الشهراني. في الحياة: هوساوي يرجئ رحيله من الهلال. وعنوان آخر للحياة: وليد عبد الله الاستمرار في القمة يحتاج لمزيد من العمل. في الاقتصاد: الطايع يظهر بعد 5 أشهر. في الجزيرة: الأهلي يأخذ نصيبه من الأنصار ويقتحم القمة. الجزائر: الزيادة يدخل اهتمامات الشباب والتعاون يوقع رسميا مع ستريشكو. في عكاظ: 4 مباريات تحدد بقاء أو رحيل العنزي من الاتحاد.
في المدينة الفروسية السعودية في قطر للتأهل إلى لندن. ونجران يفاوض جزائريا ولاعبان يهددان النادي بالفيفا. في النادي جيرتس يجبر الهلاليين على مارتينهو. وتجاهل الاتفاق ينقل السبيعي لمرمى العالم. سلطان بن فهد يكافئ الدعيع ويعتذر على اعتزاله. ضيوف حلقة الغد: خالد الزين مدير الاحتراف بنادي الشباب، وعبد الكريم الفالح مدير تحرير صحيفة الاقتصادية. أبو عبد الله شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لوجودك معنا، إن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة بإذن الله. أبو ضفاف شكرا جزيلا. شكرا زي التركي. شكرا، نشوفك إن شاء الله في حلقات إن شاء الله. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.